في العراق قال التلفزيون العراقي الرسمي اليوم قال نقلاً عن بيان للجيش إن 8 من كبار القادة في تنظيم داعش قتلوا في ضربات نفذتها القوات الجوية العراقية. وأضاف البيان بحسب رويترز طائرات F-16 تقتل عشرات الإرهابيين في الحويجة والأنبار بينهم 8 من كبار قادة تنظيم داعش. وبدأت القوات المسلحة العراقية أمس الثلاثاء هجوماً لإخراج عناصر التنظيم من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار غربي البلاد التي سيطر عليها في مايو الماضي. المزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الوسط.الواي.